كيف حالك أول؟ كيف أصبحت؟ أتمنى أن تكون دوما بخير إن شاء الله تعالى. اليوم أحبتي في مادتنا مادة اللغة العربية سنكمل ما بدأناه البارحة في وحدتنا الجديدة والتي كانت الغراب والجرة. الغراب والجرة تعلمنا البارحة عن مهارة الاستماع، تعلمنا عن مهارة الاستماع. أما اليوم سنقوم أنا وأنتم عن مهارة اسمها المحادثة. المحادثة، جهزوا كتبكم. يا أول صفحة 59، صفحة 59 لنقوم أنا وأنتم بالمحادثة، وجهزوا كتابكم للنسخ إن شاء الله تعالى على الكتاب. هيا يا أول جهزوا كتبكم وأقلامكم لنبدأ أنا وأنتم في وحدتنا، وحدة الغراب والجرة، ونقوم بمهارة المحادثة. مهارة المحادثة، هيا نبدأ أنا وأنتم. تعال نتعلم سوية عن لغتنا العربية، واليوم سنقوم أنا وأنتم بمهارة المحادثة لوحدة الغراب والجرة. الغراب والجرة، تعال نتذكر قبل أن نقوم بالمحادثة عن الصور نص استماعنا. يا أول ماذا كان نص استماعنا؟ عطشة عطش الغراب، عطش الغراب، عطش الغراب. وجد جرة فيها ماء قليل، وجد جرة فيها ماء قليل. قال الغراب: كيف أصل إلى الماء؟ ظل يحاول. قال الغراب: كيف أصل إلى الماء؟ ظل يحاول. ثم رمى الحجارة في الجرة، ارتفع الماء وشرب الغراب. ثم رمى الحجارة في الجرة، ارتفع الماء وشرب الغراب. هذا يا أول كان نص استماعنا. تعالوا الآن إلى صفحة 59 لنرى أول صورة فيها، ونبدأ أنا وأنتم بمهارة أتحدث. أتحدث، أول صورة لدينا يا أول هي هذه الصورة. ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ هيا قولوا لي ماذا تشاهدون؟ نعم نشاهد غراب، نشاهد غراب. وماذا نشاهد أيضا؟ نعم الجرة، جرة الفخار. وأيضا ماذا نشاهد هنا؟ حجارة، وهنا شجر أخضر، وهذه سماء صافية. إذا نشاهد غرابا يقف على جرة. يا ترى ماذا كان نص استماعنا؟ عطش الغراب وجد جرة فيها ماء قليل. لاحظوا كان الغراب عطش، عطشان، وكان يطير في هذه السماء ووجد حينها كان يطير في السماء ووجد حينها ماذا؟ جرة فيها ماء قليل، فيها ماء قليل. تعالوا نرى الصورة الثانية الآن. هذه صورتنا الثانية، ماذا نشاهد فيها يا أول؟ أحسنتم، نرى الغراب في فمه ماذا؟ في فمه حجر، إذا يحمل الغراب حجر، وهو قريب من ماذا؟ قريب من الجرة. تعالوا نتذكر نص استماعنا. قال الغراب: كيف أصل إلى الماء؟ وظل يحاول. كان يريد أن يشرب الماء الذي في الجرة، والجرة فيها ماء قليل. يا ترى كيف سيشرب الماء؟ ظل يحاول في الطريقة وفي التفكير ليرى كيف سيشرب الماء. تعال نرى صورتنا الثالثة. لاحظ الماء، إنه على مستوى الجرة، ارتفع الماء. كيف ارتفع الماء؟ ألم يكن في فمه حجر؟ نعم أحسنتم، إنه قام برمي الحجر داخل هذه الجرة ليشرب ماء. تعال نتذكر نص استماعنا يا أول. ثم رمى الحجارة في الجرة، ارتفع الماء
وشرب الغراب. لاحظوا في الصورة السابقة يا أول، كان يوجد عندي أكثر من حجر، حمل الأول ورماه، لم يرتفع الماء كثيرا، حمل الثاني ورماه، لم يرتفع كثيرا، ثم حمل الأخير ورماه فارتفع الماء لديه، وشرب الغراب ماء، وشرب الغراب الماء. تعالوا الآن جهزوا كتابكم للنسخ يا أول، صفحة 59 للنسخ على الكتاب، للنسخ على الكتاب بجانب الصور، بجانب الصور. تعالوا نرى هذه صورتكم الأولى. جهزوا كتابكم بالتسطير، لاحظوا سطروا السطر الأول هكذا، وتعالوا نبدأ بنسخ جملتنا الأولى بجانب هذه الصورة. الجملة الأولى لدينا: عطش الغراب، عطش عطش الغراب، الغراب عطش الغراب، عطش الغراب. سطروا سطرا آخر يا أول، واكتبوا الجملة الثانية: وجد جرة فيها ماء قليل، وجد وجد جرة، وجد جرة فيها فيها ماء. ولم يكتفي سطرنا، نسطر سطرا آخر ونكتب عليه قليلا. إذا عطش الغراب، عطش الغراب، وجد جرة فيها ماء قليل. هذه الصورة الأولى. تعالوا نرى صورتنا الثانية يا أول، سطروا سطركم الأول بجانبها، واكتبوا بجانبها الجملة الثالثة: قال الغراب كيف أصل إلى الماء؟ ظل يحاول. قال قال الغراب، قال الغراب، نقطتان رأسيتان، كيف قال الغراب كيف، لم يكتفي سطري، أسطر سطرا آخر، كيف أصل أصل، قال الغراب كيف أصل إلى 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 الماء، الماء، قال الغراب كيف أصل إلى الماء، علامة استفهام، علامة استفهام، لكن لم تنتهي جملتي بعد، ظل يحاول، أسطر سطرا أخيرا وأكتب ظل، وانتبهوا أن عليها شدة، انتبهوا هنا أن عليها شدة يا أول، انتبهوا عندي في كلمة ظل أن عليها شدة، عليها شدة، اكتبوا ظل، 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 يحاول، ظل يحاول، قال الغراب كيف أصل إلى الماء، ظل يحاول، ظل يحاول. نأتي إلى صورتنا الثالثة يا أول، أسطر بجانبها السطر الأول وأكتب جملتي الأخيرة: ثم رمى الحجارة في الجرة، ارتفع الماء وشرب الغراب. ثم ثم، وأيضا انتبهوا أن عندي هنا أيضا على الميم شدة، ثم ثم، رمى الحجارة، رمى الحجارة، ثم رمى الحجارة، ولم ينتهي جملتي، أسطر سطرا آخر وأكتب عليه في، ثم رمى الحجارة في الجرة، الجرة، وأيضا في كلمة الجرة على الراء يوجد فيها شدة، في الجرة، فاصلة، ارتفع،
ارتفع ثم رمى الحجارة في الجرة. ارتفع يقول الفاء فتحة، ارتفع. لم تنتهي جملتي، أسطر سطرا أخيرا وأكتب الماء. ارتفع الماء، ارتفع الماء. وشرب، وشرب. ثم رمى الحجارة في الجرة. ارتفع الماء وشرب. الغراب، الغراب. ثم رمى الحجارة في الجرة. ارتفع الماء وشرب الغراب. هذا يا أول كان نسخنا على الكتاب، هذا كان يا أول نسخنا على الكتاب. أتمنى أن تكونوا قد نسختم معي في هذا الفيديو وكتبتم على كتابكم. إذا كنتم تريدون انسخوا درسكم على الدفاتر، وإذا لم تريدوا فنحن نكتفي بنسخنا على الكتاب في أيام شهر رمضان إن شاء الله تعالى. أحبكم كثيرا كثيرا، ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى في حصتنا القادمة لنرى أول خبايا وحدتنا يا أول. كونوا على موعدكم في حصصكم ولا تتعبوا معهم في الدراسة. أحبكم كثيرا، إلى اللقاء.